أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. بصراحة أنا اليوم فرحان كثير، أخونا أبو الحكم منعنش وراح الصداع عنه وهو معنا، وما قلت مثل ما بتعرفوا اليوم، يعني على كل مثل ما بتعرفوا أصدقائي، اليوم هي حلقتنا الأخيرة من مسلسل آيات إرهابية. وطبعا أبو الحكم راح يتم معنا في محمد من الألف إلى الياء، وراح نحولها لمسلسل تركي. بصراحة يعني راح تطول الحكاية معنا كثير. بالبداية خلونا نرحب بأخونا أبو الحكم، أهلا وسهلا فيك أبو الحكم. أهلا حبيبي جان، وأهلا بالأخوات والأخوة اللي منتظرين هذه الحلقة. طبعا بالبداية أشكر الجميع، سمعت أنه من أخويا جان أنه الجميع سألوا عني، لأنه كان عندي صداع شوي. أنا لما يجيني الصداع شوي يعني لازم أنام أو ما أشوف أي ضوء يعني. فهلا كتير أحسن كتير وكله تمام، واليوم عندنا الحلقة الأخيرة. إيه، طبعا إحنا قدمنا لكم الحلقات السابقة، هي طبعا الآيات الإرهابية ما تخلص، طبعا هي مليانة ملي يعني. بس احنا يعني عمدنا انه نتوقف الى هذا الحد، ونسوي اليوم الحلقة الأخيرة، لأنه الآيات الأخرى يعني تشبهها تقريبا، هي مليانة القرآن بالآيات الإرهابية، ولكن احنا أخذنا ركزنا على الآيات المهمة والواضحة في القرآن. فاليوم أشكر أبو الحكم، أشكرك كثير. وطبعا خلينا نرحب بالأصدقاء المتواجدين معنا. أحمد مباشر، أهلا وسهلا. أحمد مباشر كاتب لي تسجيل حضور. أحمد مباشر مرحبا جان، أهلا وسهلا فيك أخوي أحمد. أهلا بهاني، مهدي، نسرين، كريم. كريم ولا كرم؟ لا هذا كريم، هذا مو كرم. كريم أهلا وسهلا كريم فيك. و محمد الجزراوي أهلا وسهلا فيك حبيبنا. وليد أهلا وسهلا، أهلين مستر بلاك، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء اللي تواجدوا معنا واللي راح يتواجدوا معنا كمان، إن كان بالمباشر هون ولا بالتسجيل. أهلا وسهلا فيكم، نوركم طفى الكهرباء مثل ما بتقولوا، يعني مثل ما بنقول شاي قهوة يلي بدكم، خذوا راحتكم يعني خلونا نستمتع بالحلقة هاي. على كل أصدقائي أنا راح أبدأ بنشر الحلقة في الجروبات الفيسبوك، وأتمنى من الأصدقاء يعني إذا كان في أحد الأصدقاء ممكن يبعث لي الأسئلة الموجودة على الشات، كمان أكون لهم من الشاكرين. طبعا أهلا وسهلا بأخونا عمر تواجد معنا كمان، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء. تفضل أبو الحكم، تفضل حبيبنا. طبعا انا كذلك يعني مثل اخويا جان راح اسلم على الاخوات والاخوه الموجودين معنا حسب ما اشوفهم بالتكست: احمد، حسني، مهدي، نسرين، كريم. بعد يعني اعذروني اذا ما شفت بعض الاسماء، واشكرهم جاي يسالون علي: وليد، محمد جزائري، كريم قلنا، مستر بلاك، عمر. وطبعا اشكر الجميع على سؤالهم. اليوم طبعا عندنا الحلقة الأخيرة، قلنا هي صراحة حلقة مهمة جدا، باعتبار انه فظاعة الإسلام وكيف هذا الإسلام يعني همجي وقاسي، ويعني أعتى المخابرات يتعلم من عندهم كيف يكون القتل والتنكيل والعذاب. طبعا عندنا اليوم آيتين، الآية الأولى همينة مهمة قصيرة، ولكن الآية الثانية هي اللي راح نركز عليها.
طبعا نبدأ بالآية الأولى اللي هي من سورة الفتح الآية 16، واللي تقول: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. يعني الكلام واضح، يعني طبعا الآية واضحة أنه شلون يعني ينذر الناس بالعذاب. فإحنا نبدأ بها، يقول: بنو حنيفة قال جبير، رواه محمد بن إسحاق عن الزهري، وروي مثله عن سعيد وعكرمة الرابع، هم أهل فارس، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، ما وبه يقول عطاء. والمهم في أحد الروايات عنه قال: كعب الأحبار هم الروم، اللي يقصدهم هنا هم الروم. وعن أبي طالب ليلى وعطاء والحسن وقتادة، وهم فارس والروم. وعن مجاهد هم أهل الأوثان. يعني هنا يدعو الناس إلى قتل الغير المسلمين، وجاي ينذرهم أنه لا يرتدون مثل ما ارتدوا قبل هالمرة. يعني هم أهل وثنوا عنه، أيضا هم رجال أولو بأس شديد، ولم يعين فرقة. وبه يقول ابن جريح وهم وهو اختيار ابن جرير، وقال ابن أبي حاتم عن الزهري في قول الله: ستدعون إلى قوم أولو بأس شديد، قال: لم يأتي أولئك بعد. وحدثنا أبي عن أبي هريرة في قول الله: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، قال: هم البارزون. قال: وحدثنا سفيان عن أبي هريرة عن النبي قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوم من صغار الأعين ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة. قال سفيان: هم الترك. يعني هم هنا يقصدون الأتراك، يعني حتى تقوم الساعة. طبعا تركيا من زمان صارت دولة إسلامية، ونشوف قيام الساعة شو وقت تصير. يعني هم على محتلين الأطفال تركيا. أخي أبو الحكم، أظن الأتراك في تركستان وفي المناطق هي الأذربيجستان اللي يحكوا عنها، تركيا امبارحة صارت، يعني ما صار زمان. أي كلهم صاروا، يعني الدول التركية كلها مسلمة. عندك في إيران، عندك في العراق، عندك في موجودين في تركيا، موجودين في كازاخستان، موجودين في أوزبكستان، أذربيجان، حتى أكو أتراك بأفغانستان أعتقد. هاي الدول كلها صارت مسلمة، يعني بعد ليش ما تقوم الساعة؟ يعني وذولا صاروا على الأقل أكثر من 1000 سنة، يعني صاروا مسلمين، ليش ما قامت الساعة؟ خلي يفهمونا ليش ما قامت. يعني هاي ما قامت الساعة، يعني هواي شغلات يقولها إنه راح تصير ويقوم الساعة وماكو. وحتى شان يقول لهم خلي ما تقوم الساعة، لأنه إذا قامت الساعة بينشق القمر. طبعا هاي كمان صار إيه من شعر امرؤ القيس. يعني المهم، فيقول هم الترك. قال ابن أبي عمر: وجدت في مكان آخر حدثنا ابن أبي خالد عن أبي قال: نزل علينا أبو هريرة ففسر قول محمد: تقاتل قوما نعالهم الشعر. قال: هم البارزون، يعني الأكراد. يعني الأكراد هم صاروا مسلمين بعد، وين عندكم؟ شو عندكم بعد؟ وقول الله: تقاتلونهم أو يسلمون، يعني شرع لكم جهادهم وقتالهم، فلا يزال ذلك مستمرا عليهم، ولكم النصر عليهم أو يسلمون فيدخلون في دينكم بلا قتال بل باختيار. ثم قال الله: فإن تطيعوا أي تستجيبوا وتنفروا في الجهاد وتودوا
وتؤدوا الذي عليكم فيه يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل. يعني الظاهر أنه مهزومين قبل بالمعارك، وطبعا هاي واضح، وجاي يخوفهم أنه لا تتولون يعني مثل ما توليتم، يعني زمن الحديبية حيث دعيتم فتخلفتم يعذبكم عذابا أليما. طبعا هاي آية خلصت، لكن موجودة الآية المهمة اللي مثل ما يقول بسورة المائدة الآية 33. طبعا هذه يعني أشدها جرما ويعني إرهابا. قيام الساعة يعني بصراحة القيام الساعة هو حكى فيها كثير محمد يعني. بس الأخ كريم هون عم بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت وأنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه يعني فوقته وقت الساعة يعني زرمات هو لازم تقوم الساعة. على كل أهلا وسهلا فيك جانو، وكمان مريم وكل الأصدقاء الجدد دخلوا معنا. أنيماسس أو براندي أهلا وسهلا بالجميع. على كل تفضل أبو الحكم أكمل. أي طبعا إحنا عندنا الآن الآية اللي جدا مهمة قلنا عليها، هاي الآية من المائدة الآية 33. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. يعني إيش كلام لما تسمعه جسمك كله يهتز ويخاف، يعني شنو هذا العذاب هذا اللي أي إنسان تريد قتله حتى لو قتل مليون، يعني فرضا أنه مصر أنه قتله قتل رحيمة وخلص، لا تصير مثل، أنت راح تصير مثل إذا قتلت مثل ما هو جرم اللي سواه. أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يعني كل هالكلام بعدين ينفوا من الأرض، أنت طبعا جاي تطبق الأول وحدة، يعني ما تقطع براحتك، هاي ما ترتاح. يعني شنو نقول على صدام إذا ما يقتل واحد بالريوق ما كان يرتاح، يعني يقتل واحد يلا يتريق. يعني هنا الآية تعني المحاربة، المحاربة هي المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل. وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر، حتى قال كثير من السلف منهم سعيد بن المسيب إن قبض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض. شوف إن قبض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض، يعني هذا اللي يعتبروه المفسد في الأرض. طبعا نحن جاي نشوف جرائم داعش ما جاي تسوي إلا تطبق هذه الآية. لما يقول ترهبون بها عدو الله وعدوكم، إحنا شفنا داعش فجر الناس بأسلاك خلاب رقبتهم وفجرهم قتلهم بالكهرباء، قتلهم بالغرق، ضرب شو اسمه، ضرب عليهم بصواريخ RPG هم بالسيارة، قطع الرؤوس، استعمل السلاح. طبعا محمد لو كان عنده هالفنون كلها كان استعملها 100%، ولكن ما عنده التقنيات قبل، فكان عنده القطع الايادي والارجل والراس وتسمين الاعين مثل ما نشوف هسه راح يجي. يعني يعني حتى قبض الدراهم والدنانير من افساد في الارض. وقد قال الله واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ثم قال بعضهم نزلت هذه الآية في المشركين كما قال ابن جرير عن عكرمة والحسن البصري قالا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى إن الله غفور رحيم. نزلت هذه الآية في المشركين فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه لم يكن عليه سبيل، وليست
تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحد إن قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه، لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه. يعني أي واحد تلكفوه حاولوا ما يسلم نفسه، أنتم تلكفوه قبل ما يسلم نفسه حتى طبعا حسب الجرم، أكو جرم يسووه ما يفيد لا توبة ولا شيء، قتلوهم يقتلوهم، وأكو يتوبون على شغلات تافهة ممكن يعفون عنهم. أن يقام عليه الحد الذي أصابه، رواه أبو داود والنسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا نزل في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية، قال: كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي عهد وميثاق، فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض، فخير الله رسوله إن شاء أن يقتل وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. رواه ابن جرير عن مصعب بن سعد عن أبي قال: نزلت في الحرورية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا. رواه ابن مردوي. والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين، شوف عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات، كما طبعا هم يقررون شنو اللي يعني ياهو فساد في الأرض. الفساد في الأرض عندهم أنواع كثيرة، طبعا أبسط شيء ممكن يعتبروه فساد في الأرض مثل ما قرينا اللي يبوق فلوس، اللي كميات كبيرة مثلا، أو يقتل شخص خطأ مو خطأ، المهم إذا اعتبروه فساد في الأرض خلاص بعد ينعلون سلفة سلفة، يقطعون إيده رجلة، يسمنون عيونه مثل ما راح نقرأ. كما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن قلابة واسمه عبد الله بن زيد الجرمي البصري عن أنس بن مالك أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على محمد فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا المدينة وسقمت أجسامهم، فشكوا إلى محمد ذلك، فقال: ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها نايجي مال أبوالها من أبوالها وألبانها؟ فقالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا. طبعا كل واحد عنده موانع في جسمه، مع الوقت يشفى، يعني هو اعتقد البول هو اللي شفى، هو المصيبة هي مصيبة كبيرة مع البول، بول الإبل. اللي ما يصدقون هاي الأحاديث هنا قدامكم يحكي عن الأبوال والألبان، شعب شرير شخاخ نمرة أولى يعني. طبعا أنت تقدر بأي وقت إذا أكو سؤال أو مداخلة أو تعقيب من عندك تقدر تقاطعني، عندنا وقت كافي اليوم اللي هي الحلقة الأخيرة، وبس هالآية عندي. يعني الحلقة الأخيرة أنت عقب فيها وعلق على كيفك، وأنا بوزع الرابط، وأنا بتمنى أصدقائي كمان يساعدوني بتوزيع الرابط على كل ما، وإذا في أي أسئلة وإذا في ممكن بس تبعتوا لي إياها على سكايب. جانو حبيبنا، إذا بتقدر تبعت لي الأسئلة، إذا في موجود أسئلة تبعت لي على سكايب أكون من الشاكرين. تفضل أخوي أبو الحكام. أوكي شكرا. يقول: ألا تخرجون مع راعينا؟ فقال: ألا تخرجون، لحظة أشوف أحد مني شغلة لو لا. أوكي. فشكوا إلى محمد: ألا تخرجون مع راعينا في إبلي فتصيبنا من أبوالها وألبانها؟ فقالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، فقتلوا الراعية وطردوا الإبل، فبلغ ذلك محمد فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم، هاي محمد اسمعوا هاي رسول الرحمة، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت
أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا، لفظ مسلم. وفي لفظ لهما من عكل أو عرينة، وفي لفظ وألقوا في الحرة فجعلوا يستسقون فلا يسقون، وفي لفظ مسلم ولم يحسمهم. طبعا هنا يعني تتخيلوا، يعني لو نعرضها في فيلم فيديو، الطريقه اللي استعملها محمد في هذه شو اسمه، جاب الاشخاص، يقال 20 يقال 5 ما اعرف 10 مو مهم، حتى لو شخص واحد، جابهم اول شيء قطع ايديهم، يعني يقطع ايده منها ومنها، وبعدين يسمل قطع رجليهم منها منها الرجلين قطعها، وبعدين هذا الشيء طبعا ما كفى، حط جاب حديده حاميه، هو بنفسه يقال انه محمد بنفسه سمر عيونهم، يعني جاب الحديده الحاميه ودخلها بعيونهم. يعني تخيلوا انتم تشوفون لقطه هيك بالفيديو، شو يصير بيكم؟ يعني واحد تخلون واحد يباع على هيك، يعني ينظر الى هكذا منظر؟ حتى لو اي جريمه اللي مسوينها، انت قتله قتله وخلاص، مو تسوي هذا العذاب. فوق كل هذا خلاهم بالشمس بالحرارة، صاروا من العطش صاروا يلحسون القاع، يعني بلسانهم، لأنه يريدون مي، يعني بعد ما قطع ايديهم ورجليهم، وما طبعا راح يموتون من النزيف طبعا، بس هو تلذذ بعذابهم، سواها الطريقة حتى تخويف للباقين، انه دير بالكم احنا موجودين اذا تسوون شيء. فهذولا صاروا يلحسون بالقاع بالحرارة، ذابهم بالحر إلى أن ماتوا. هذا هو دين الإسلام، هذا هو دين الرحمة، والكلام كله من بخاري ومسلم. أحبابكم بخاري ومسلم. صدقني أبو الحكم، داعش لسه ما عملت، يعني ما بنعرف، متمنى ما تعمل هيك عمل. يعني محمد فظع بالإجرام، يعني داعش لسه ما وصلت لما بهذا تفوق عليهم. صح، بهذا تفوق عليهم محمد، بهاي النقطة تفوق عليهم، لأنه أنا أعتقد داعش ما جاي يسووه، لأن مردوده راح يكون عكسي عليهم جدا، لأنه يعني شيء فظيع جدا إنه قدام العالم تقطع إيد ورجل، وبعدين تحط الحديد حديد حامي بعيونهم وتتركهم هيجي، يعني هذا فعلا فعلا منظر جدا مؤلم. محمد فوق على داعش بهذا، يعني مثل ما يقول هو رئيسهم، هم اتباعه، ويعني لحد الان ما وصلوا الى هذه المرحله، يعني لانه هاي الشغله يعني مؤذيه جدا، مؤذيه يعني اكثر، يعني كبر ما انسان يتصور هالمنظر، جدا مؤذي يعني. وطبعا احنا جايبينها من بخاري ومسلم، وهي من تفسير ابن كثير، يعني بعد احفظ الناس ابن كثير سيد شو اسمه سيد المفسرين، وعندك بخاري ومسلم الاصح الاحاديث بعد، يعني انتم اعرفوا انه رسولكم رسول الرحمه استعمل هذه الطريقه في قتل الاشخاص ولم يحسمهم. وعند البخاري قال ابو قلايه قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم. طبعا هو اللي يريد نقولكم إياه، هذا كان أهم شيء، قتلوا الأشخاص مو مهم، وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. شوف هذا اللي كان مركز عليه محمد، مو مركز على الأشخاص اللي قتلوهم، لا، تركيزه كان على انه شلون انتم يعني تضحكون علينا، تؤمنون بالله ورسوله وبعدين تجون تحاربونا من ورانا. يعني ها واضح التفسير، الآية واضحة، يعني يقول فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد ايمانهم وحاربوا الله ورسوله، هذا كان عدمهم. وراه مسلم من طريق هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد. يعني طبعا روايات كثيرة جاي أقولها، هي تقريبا 25 رواية بالتفسير، 25 رواية من طرق متعددة وكلها صحيحة، بس أنا ما ردت يعني أطول عليكم، اختاريت 3 4 يعني.
فحتى تعرفون هول اللي سواه محمد في العقوبة هذه. بعدين يقول عبد العزيز بن صهيب وحميد عن أنس فذكر نحوه وعنده فارتد وقد أخرجاه من رواية قتادة عن أنس بنحوي، وقال سعيد عن قتادة من عكل وعرينة، ورواه مسلم من طريق سليمان التيمي عن أنس قال إنما سمل النبي، شوف سمل النبي هنا واضح، يقول النبي بنفسه، إنما سمل النبي أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة. أنا ما أصدق مسوين هالشيء، هالشيء مو حقيقي، ليش يسملون عينهم؟ يقتلوهم وكافي، هم إذا رايدين الإبل يقتلوهم ويخلصون منه وخلص، أو يسرقون يعني كافي، يعني ليش يسوون هالشيء؟ أنا ما أصدق نهائيا هذا الرواية، أنا ما أصدقها حتى لو قالها ابن كثير، لأنه مو منطقية. يعني المنطق الحرامي لما يضطر هو بس يسرق، لما يضطر يقتل موقعه. حبيبي يا ابو الحكم، حتى اذا كان صار روايه صحيحه يعني، وخلينا نفترض صحيحه، يعني هذا نبي الرحمه يعامل بالمثل، شو فرق عنهم يعني؟ هو شو فرق عنهم اصلا؟ طبيعي يعني، هو شو يفرق عنهم اذا سوى هالطريقه نفسها؟ بس قصدي انه هو راد يسويها ارهاب للباقين، دير بالكم، هو اصلا ما سواها على مود القتله او شيء، هو اصلا سواها لانه تركوا الايمان يعتبرون محاربين الله ورسوله، هذا كان اهم شيء يعني، ارتدوا بعد ايمانهم يعني، فهذا الانتقام كان من عنده يعني. فيقول ورواه مسلم من حديث معاويه بن قره عن انس قال اتى محمد نفر من عرينه فاسلموا وبايعوه وقد وقع بالمدينة الدم وهو البرسام، ثم ذكر نحو حديثهم وزاد عنده شباب من الأنصار قريب من 20، شوف هنا يقول 20 فارس، يعني 20 واحد قتلهم، قصقص ايديهم ورجليهم وحط الحديدة الحامية بعيونهم، من 20 فارسا، فأرسلهم وبعث معهم قائفا يقف أثرهم، وهذه كلها ألفاظ مسلم. وقال حماد بن سلمة حدثنا قتادة وثابت البناني وحميد الطويل عن أنس بن مالك إن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاشتووها، فبعثهم محمد في إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعية وساقوا الإبل، فأرسل محمد في آثارهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم في الحرة، قال أنس فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا، يعني يلحس القاع يعني بفيه عطشا حتى ماتوا، ونزلت إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، وقد رأوا أبو الداود والترمذي والنسائي وابن مردوي وهذا لفظه. طبعا مثل ما قلت لكم يعني الآيات كثيرة جدا، يعني قصدي الروايات كثيرة عن هذه، لكن أنا جبت بعضها. أنزلت هذه العلم، شوف الناس يقول أنزلت هذه الآية على محمد معاتبة في ذلك، يعني عاتب على اللي سوى على اساس اله، طبعا يقول لما اله يقول ضميره او اللوم اللي جاء من الناس، انا هيك اعتبره في معاتبه في ذلك، وعلمه عقوبه مثلهم من القتل والقطع والنفي، ولم يسمل بعدهم غيرهم، شوف يقول لم يسمل بعده يعني على اساس ما سوى وراها، اذا ما سوى يكون اكيد جاء اللوم، يقول انت شلون نبي الرحمه هيك تسوي، ولم يسمل بعدهم غيرهم، قال وكان هذا القول ذكر لأبي عمرو يعني الأوزاعي، فأنكر أن يكون نزلت معاتبة، وقال بل كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم ثم نزلت، طبعا الأقوال مختلفة يعني.
ثم نزلت هذه الآية في عقوبة غيرهم من حارب بعدهم، ورفع عنهم السمل، ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في ذهابهم إلى أن حكم المحاربة في الأمصار وفي السبلان على السواء، لقوله ويسعون في الأرض فسادا، وهذا مذهب المالك والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل، حتى قال مالك في الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخل بيته فيقتله ويأخذ ما معه، إن هذه محاربة، ودمه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول، ولا اعتبار بعفو عنه في إسقاط القتل. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تكون المحاربة إلا في الطرقات، فأما في الأمصار فلا، لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه ويعينه، وقول الله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال ابن طلحة عن ابن عباس في الآية: من شهر السلاح في فئة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتله وإن شاء صلبه، يعني على أساس يعني إن شاء قتله وإن شاء صلبه، يعني على أساس يختار مثل ما يقول تموت بطلقة ولا تموت ذبح، يعني وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله. يعني شوف هاي صار الشيء عام، يعني حكم إسلامي طبعا السعودية لحد ما نطبقه، احنا ما شفنا قطع الأيدي والأرجل، يمكن يسويه بالسر احنا ما ندي غير مصور، لكن شفنا تصوير كيف يقطعون الروس، يعني هاي شفناه، حتى شفت مرأة بالسعودية تقول لهم أنا ما مسامحتكم، أنا مظلومة، أنا مظلومة، ما رحموه وضربوا السيف على رأسه. فإمام المسلمين فيه الخيار، وإن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله، كذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك، وروى ذلك كله أبو جعفر بن جرير، وحكي مثله عن مالك عن أنس، ومستند هذا القول أن ظاهر أو للتأخير كما في نظائر ذلك من القرآن، كقوله في جزاء الصيد: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، وكقوله في كفارة الفدية: فمن كان منكم مريضا به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أساي أشياء مو مهمة، قد نعبرها بعدين. يقول: فكذلك فلتكن هذه الآية. وقال الجمهور: هذه الآية منزلة على أحوال، كما قال أبو عبد الله الشافعي عن بنى إبراهيم عن ابن يحيى عن صالح عن ابن عباس في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا. حلوة هاي. وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم. شوف شي يقولنا، يعني كلام واضح، إذا بس أخذوا الفلوس يعني بس باقوا، ما قلت لكم حتى بالسرقة ممكن تقطع إيد ورجل. إذا يقولوا إذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني هنا الكلام واضح، الشرح واضح، انه حتى لو ما قتل بس باق هذا كافي انه تقطع لايده ورجله، يعني من خلاف. واذا خافوا السبيل ولم ياخذ المال نفوا من الارض. وقد رواه ابن ابي شيبه عن والسدي وعطاء الخراساني نحو ذلك، وهكذا قال غير واحد من السلف والائمه، واختلفوا
هل يصلب حيا ويترك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب؟ تخيل واحد بس بايق له شغله تجي تقطع له ايديه ورجليه او تصلبه لحد الموت، يعني هذا شو يصير بيها؟ يعني هذا شنو يعني على السرقه يعني؟ نوه بس الاخ اخوي ابو الحكم عمود بايق له شغله، يعني هي باللهجه العراقيه سارق له شيء، يعني هو الواحد سارق شيء بسيط هو بيقول بايق له شغله، يعني بايق يعني سارق. احنا عندنا نقول بالعراقي يبوق يعني يسرق. اتصور لهجات اخرى موجودة البوق، انت افتهمتها. المهم انا باللهجه السوريه بصراحه، السوريه خصوصا حلب فيها لهجات كثيره، خصوصا مثل اللهجه العراقيه شبيهه باللهجه العراقيه، نحن نسميها اللهجه البدويه او شيء من القبيل يعني، فاللهجه هي موجوده من سكان حلب ذات نفسهم يعني، فما جديده علي، فبس اصدقائنا مثلا مثل شمال افريقيا بكون شوي غريب عليهم. اي شكرا للتوضيح. انا طبعا سال هم من مرات يترجم ورايا يعني، فاللي اللي انا احكي باللهجه العراقيه، فاتمنى الكل يفهموه يعني. ف بعدين يقول حتى يموت، يقول قال واحد من السلف اختلف هل يصلب حيا ويترك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب او بقتله برمح او نحوه، او يقتل اولا ثم يصلب تنكيلا. شوف يعني قتله وبعدين تعلقه يعني مصلوب يعني، ثم طبعا داعش شفنا احنا صالبين اشخاص حتى بعد ما قتلوهم تركوهم مصلوبين، يعني هذا جاي يطبقون القرآن يعني جايبين من جيبهم، يعني ليش تظلموهم؟ داعش يطبقون القرآن والأحاديث بحذافيرة يعني مثل ما قال الكتاب. فقط ما أكيد قطعوا أيادي وأرجلهم، لكن ما شفناهم احنا، ما شفنا فيديو على هذا الشيء، ولكن محمد فعل هذا وذكر بآية، مو ب ما ذكر بحديث، هذه آية من القرآن من تفسير ابن كثير وبتأييد البخاري ومسلم والنسائي وابو داود وغيرهم، يعني هاي كلها 100% فاعلة محمد يعني. وانتم تخيلوا هاي رسول الرحمة مالكم، جريمة شقد كبيرة هاي بالإنسانية. أو يقتل أولا ثم يصلب تنكيلا وتشديدا لغيره من المفسدين، وهل يصلب بثلاثة أيام وهل يصلب ثلاثة أيام ثم ينزل أو يترك حتى يسيل صديده. أي أبو شوف الإجرام، حتى يسيل صديده في ذلك كله خلاف محرر في موضعه وبالله الثقة وعليه التكلان. أنتم تعرفون الله، هذا الله مالكم، مو هذا إلهكم قالكم إيش سووا، هذا غير إله، هذا السادي مجرم. المهم هذا هو محمد هو الإله طبعا. ويشهد لهذا التفصيل الحديث اللي الذي رواه ابن جرير في تفسير إن صح سنده، فقال حدثنا علي بن سهل عن إن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية، فكتب إليه يخبره إنها نزلت في أولئك النفر العرانيين وهم من بجيلة. قال أنس فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الرعية واستاقوا الإبل وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج الحرام. شوفوا أصابوا الفرج الحرام، حتى هذا ممكن تقتل تقطع إيد ورجل. قال أنس فسأل محمد جبرائيل عن القضاء. محمد سأل جبرائيل، صديقك هذا إيه جبرائيل، ما نعرف هاي جبرائيل منه، ضميرك ولا مرضك اللي كنت بيه. فسأل محمد جبرائيل عن القضاء في من حارب، فقال من سرق مالا وأخاف السبيل. اسمعوا هاي جاي أكد على هذا الشيء، من سرق مالا وأخاف السبيل يعني فقط سرق، أوكي، يعني مو بس على القتل،
يعني الهواية يقول لك يلا هذا عقوبة لأنه قتل يقتل، والطريقة احنا نختارها المسلم يقول. ولكن حتى مرتين قريت لكم الآن انه فقط السرقة كافية انه تقطع له ايده ورجله يعني، او تعلقه او تضربه برمح او تصلبه وتتركه. على فكرة أبو الحكم، على فكرة يعني للأسف الشديد مثل ما قلت، يعني هلا في بالصومال مشان واحد سرق يمكن بشغل الدولار، يمكن الدولار شو قيمة الدولار، بشغل الدولار سرق قطعوا له إيده. يعني تصوروا أصدقائي، الإنسان يعوق، يعني ممكن هذا هالدولار هذا سرقه جوعان. بتعرفوا وضع الصومال، يعني الناس ميتة من الجوع أصلا، يعني فسرق بقيمة دولار قطع له ايده. يعني اذا بده بالمستقبل يعني يدور على شغل يشتغل وينفع، ينفع حاله وينفع الناس اللي حواليه، ما بقدر على الشريعة الهمجية هي. تفضل ابو الحكم. يعني طبعا انت تشوف هسه القطع الايدي يقطعون الكف عقوبة للسارق، لكن اكو انواع سرقة، سرقة مثلا مبالغ كثيرة ومن اشخاص كثيرين يقطعوا له ايده ورجليه، طبعا هذا يموت بعد، ما يفيد يعني لا تضميد ولا اي شيء، اذا حتى لو يعني ما قتله همنا يموت، لانه من جراء سرقة تقطع له ايده ورجله من خلاف. تخيلوا هذا لو نعرضه بفيلم بفيديو، هذا الدين الجميل الاسلامي يشوفوا حتى يشوفوا رحمته الواسعة يعني. المهم، وأصاب الفرج الحرام، قال أنس: فسأل محمد جبرائيل عن القضاء في من حارب، فقال: من سرق مالا وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته ورجله ورجله بإخافته. يعني شوف، اقطع ايده لانه سرق، واقطع رجله لانه اخاف الناس يعني خوفهم. ومن قتل فاقتله، ومن قتل واخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه. واما قول الله يعني جاي تفننون بالقتل، تفنن يعني، فاصلبه. واما قول الله او ينفوا من الارض، قال بعضهم هو ان يطلب حتى يقدر يطلب حتى يقدر عليه فيقام عليه الحد، او يهرب من دار الاسلام. رواه ابن جرير عن ومالك ابن انس، وقال اخرون هو ان ينفى من بلده الى بلد اخر، او يخرجه السلطان او نائبه من معاملته بالكليه. طبعا هذا الشيء اكيد راح يطبق على اشخاص بس يكون مخالفين، يعني لا سارقين ولا اي شيء. مستحيل واحد يسرق اسمه يقتل يتركه، او يكون الناس من الجاه وعند الملك وعند عشيره ويخاف يعني غضب اهله. مثلا محمد كان يخاف غضب اهله كان يتجنبه. يعني احنا نعرف عبد الله ابن ابي، ما اعرف شنو نسيت اسمه، هذا كان من الاربعه اللي شهدوا على زنا عائشه، صلب ثلاثه منهم وما صلبه لانه كان يخاف منه. حتى لما مات صلى عليه، هو يدري بمنافق يسميه منافق لكن صلى عليه. وبعدين اجى الناس كلها لاموه، فجاب ايه قال على اساس نشوف صوره لقطع الايدي والارجل من خلاف. طبعا هاي اصدقائي هاي بالصومال، واضح الاخوه الصوماليين او السودانيين، بس الاكثر واضح دم صومالي. يعني الاخ هذا هاي ايده اليسار اليمين واجره اليسار مقطوعه، الاخ هذا الثاني كمان نفس الشيء، الاخ هذا نفس الشيء، الاخ هذا نفس الشيء. يعني تصوروا في 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 اشياء، هذا الشخص هذا لن يتمكن من العمل نهائيا. يعني شو الشغله اللي بده يقدر يشتغلها؟ لا قياما ولا قعودا، يعني ما بقدر يشتغل. فهي الاحكام الالهيه اللي يعني دول معاقبين؟ طبعا طبعا، مقطع يدهم ورجلهم من خلاف يعني. بس اللي سواه محمد ويا ذولاك ما قطع ايديهم ورجلهم،
مو من الكف، طبعا قطعهم الايد كلها قطعها والرجل كلها قطعها، عرفت؟ يعني مو فوق الركبه قطعها رجلين، والايد من فوق المرفق قطعها، يعني مو مثل بيكونوا هذول مو مثل ذولا، هذولا ذولا رحيمين. يعني محمد سوى أسوأ من هذا، اللي قطع ايديهم ورجلهم. اي ف يعني ذولا خلص يعني نهايتهم الموت، فتلذذ بقتلهم يعني. طبعا يقول طبعا ما 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 استغرب هالشيء، يعني هذا جاي نشوفه عملي قدامكم، جاي تشوفون هالاشياء. طبعا مثل ما قلنا، ناخذ مداخلة، أظن الأخ فايز، اوكي أتمنى يرد علينا الأخ فايز. أخي فايز، أهلا وسهلا فيك. مرحبا، أهلا وسهلا فايز، أهلا وسهلا، تفضل. الصلاة والسلام على مولانا ابن كثير. وعليك الصلاة والسلام. بس بدي أعمل مداخلة صغيرة، ما راح أطول عليكم. تفضل حبيبي، تفضل، خذ راحتك. يعطيك العافية. من فترة على الأقل ناهد حذر هذا الكاتب المسيحي. لما دخلت على شيء في بعض فيديوهات، أنا شفت تعليق واحد من داعش على بروفايله صورة جون مأشر بالسكينة وكاتب، راح أنقل لك يا على المشاهدين مشان يعرفوا دينهم، يعني عرف شلون؟ يعني تعمل له شير سكرين؟ لا بس بدي اقرا لك يا شو كان. تفضل تفضل. ما حدا من المسلمين قدر يرد عليه يعني. تفضل. اوكي راح ابدا. هو عم يقول يا مسلم، اذا انحدرت في مستنقع التنازلات في دينك فلا تتهجم على الغيار الثابتين وتسميهم متشددون. واحد، قيل عن الدولة متطرفون لأنهم يقطعون الرؤوس، قال تعالى فإذا لقيتهم الذين كفروا فضرب الرقاب. اثنين، قيل إنهم مجرمون لأنهم يذبحون عدوهم، قال تعالى فأضربوا فوق الأعناق وأضربوا منهم كل بنان. ثلاثة، قيل إنهم غلاة لأنهم يقطعون الأيادي، قال تعالى والسارق والسارقة فأقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله والله عزيز الحكيم. أربعة، قيل إنهم متعصبون يجلدون الزاني وشارب الخمر، قال تعالى الزاني والزاني فأجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. خمسة، قيل بإنهم إرهابيون لأنهم لا يرحمون عدوهم بالقتال، قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من القوة ومن الرباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمون الله يعلمهم. ستة، قيل بإنهم قتل لأنهم كذا وكذا يفعلون، قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. سبعة، قيل بإنهم معرقون حرقوا تيار التحالف، والكل يعلم بأن التيار وأمثاله يحرقون أطفالا وأهلا ويدمرون مدننا أرداء لأمريكا، فكان الجزاء من جنس العمل، قال تعالى جزاء وفاقا، وقال تعالى وأن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، فقال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدى عليكم. ثمانية، قيل بانهم لا يمثلون الاسلام، قال تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبعهم اهواءهم، قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم ظالمون. تسعه، والاخيره، قيل انهم خوارج، ولكن الخوارج يكفرون بالكبائر ولا يقيمون الحدود ويعادون الصحابة ويتقربون للأوزان ويحلقون رؤوسهم، بما يعني لا يوجد تشابه بقرينة واحدة بين الدولة والخوارج. خلصت أخي جان، وهذا كان تعليق من واحد من دولة إسلامية، ولا واحد من هذول المسلمين اللي عم يقولوا هؤلاء لا يمثلون الإسلام جرأ ليرد على هذا. هذا فاهم دين أكثر منهم كثير. بالضبط بالضبط، يعني هو بصراحة يعني جابهم بالحرف الواحد، يعني هذا هو الإسلام، يعني ليش تتهربوا منه؟ يعني اللي بسموهم خوارج وبسموهم دواخل وبطيخ، كله كذب بكذب، أصلا لا يتشبهون مثل ما قلت بالخوارج، ولا لهم علاقة بالخوارج، هدول إسلام محمد بصدر الإسلام يعني. بالضبط،
بالفعل اخي جان، الخوارج ناس مسالمين على فكره، لا يطبقون الحدود ولا، يعني هذول بالعكس فصلوا من معركه شو اسمه الجمل بسبب قتال المسلمين بين بعضهم. والمسلمين اليوم بيحسوا بالعار، يعني حتى في بعض انسانيتهم ما يتقبل، واللي ما فاهم دينه واللي بده يشيل هالمسؤوليه على ظهره بس مجرد بغبغاء، ما يمثل الاسلام صحيح هذا وخلص ختم يعني. صحيح. هو بس اذا للاسف بدهم يا يردوا اتحداهم، اذا يردوا على هذا الارهابي، على يعني اقل شيء هو صادق، يعني صادق مع دينه ومخلص، صحيح مع انه ارهابي، بس هذا بعتبره احسن من هذول بكل تاكيد. بيزودوا. هو يواجه الحقيقه، يعني هاي حقيقتنا، هذا هو الاسلام، يعني شئتم ان ابيتم، يعني هاي النصوص الدينيه لا ينكرها. بس المشكله مع المسلمين الكيوت اخوتنا للاسف الشديد، لانهم مغيبين، وهاله القدسيه هاي اللي حاطينها حوالي الاسلام، ما عم عامي عينهم، ما عم تخليهم يشوفوا الحقيقه، يشوفوا دينهم على حقبه بالنصوص الدينيه اللي يقرؤونها الدواعش قبل ما ينفذوا جريمتهم. يعني بالفعل جان، هني ما بيعرفوا، حتى هني كافرين بدينهم، وفي بعضهم بيعرفوا بيطنش، بيقول لك لا اكراه في الدين. طيب يا اخي انت انكرت كل هالصور، ما تفكر يعني لا اكراه بالدين، شو الكلمه هذا؟ ومثل ما قال بعض الشيوخ، هذول شيوخ الجهل الدواعش، قالوا هذا هو ديننا، احب من احب وكره من كره. بالضبط. يعني عجبكم تفضلوا، ما عجبكم الله معكم. هذا الكلام الصادق حلو، يعني انا بحب الصراحه. بالضبط بالضبط. قال الارهاب فريده من ديننا بعض الشيوخ، والايه موجوده. الشيخ عزام يعني طلع على التلفزيونات قال الارهاب فريضه في ديننا، ونحن ارهابيون ومرعبون، وذكر الآية وعد لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترهب به عدو الله وعدوكم. يعني أكيد جار هذا الحكي المزبوط، يعني هذا بالفعل موجود. عجبك يعني ليش كذب يعني؟ ونحن ما عدنا يهمنا آراءهم، يعني إذا قالوا يمثل ما يمثل خلاص، نحن عرفنا، وكثير من العالم صار بيعرفوا. أكيد. فما في داعي تجيبها من امثال مثل هذول جماعه العدنان، تجيبهم على المناظره اللي ما عندهم مبدا بدين، نصيحه يعني لا تجيبهم، يعني كل ما تجيب لهم حديث راح يقول لك لا ما راح اصدق الحديث. وهو بس يعني نشوف بصراحه فايز انا بجيبهم مشان نشوف لف ودورانهم، يعني الحقيقه واضحه قدام الكل، ولكن شوف لفهم ودورانهم حول الموضوع، لانه مغيبين بكل معنى الكلمه، مغيبين. وهن المشكله بالاسلام وبالمسلمين، انه يعني هل هاله القدسيه هي الاسلام خوفهم من التشكيك، يعني بس شكيت لو لحظه واحده معناتها انت خسرت الدنيا والاخره، فبيحاولوا قدر الامكان ما يصلوا لمرحله التشكيك. والمسلم بس وصل مرحلة التشكيك الأولى خلص انتهى، لأنه بالفعل انتهى معه الإسلام عنده نهائيا، لأنه بس شكك بشغلة صغيرة راح يشوف البلاوي. هذا الكلام مزبوط، يعني بالفعل إني خايفين من النار، يعني إذا إني العلم بالصغر كالنقش على الحجر، يعني إني وقت ما إني صغار وكبروا هذا الرعب بقلبهم، يعني بالفعل يعني شيء صعب، يعني بده واحد يكون جريء ويفتح عقله ويفكر. لما انا بشوف هالايات والاخطاء العلميه بصير بضحك ويطمن قلبي بصراحه، انه يعني خلص بعلم انه هذول هذه ايات كذب ومحمد كذاب، ولما بقرا سيرته خلاص مبين، يعني ما بده عبقريه اينشتاين، ارحموا حالكم، والخرافات ما بيصيروا حقيقه بحياتهم حتى لو انكرتوا، ما راح تشوفوا لا حوريات ولا الخرافات. وهذا حقيقه اسلامكم بالعكس، داعش صحيح دمر اوطاننا، بس داعش فرجانا وجه الاسلام اللي كان متخبي من قبل قرون، يعني فرجانا مثل ما بقولوا محمد بال 3D، يعني ايام محمد صدر الاسلام 3D. ايوه جابوا الصوت والصوره. بالضبط. شكرا لك فايز، شكرا اخوي، شكرا، واتمنى المداخلات تكثر من عندك. راح يكون دوم اكيد انشاء داروي، اكيد انشاء داروي، انشاءة الجلده.
سلامات سلامات. أخوي أبو الحكم، إذا في عندك أي تعقيب على كلام. طبعا اشكر الاخ فايز انه قرانا هالمعلومات. طبعا هذا يعني شيء قليل يعني اللي يفعلوه، يعني ناهض حتر يعني ما كان يستاهل القتل. اولا فقط هو نقل شغله صارت مجرد هو نقلها وما رسمها يعني، وبعدين مسحها راسا واعتذر وسوى عليه محكمه وما اعرف ايش. لكنه المسلمين ما يرحمون يعني، يعني انتظروه على غفلة وقتلوه يعني مثل ما يقول. هذا الشيء ما استبعده من المسلمين، لأنه مو بيديهم، هم يطبقون الإسلام. يعني إذا كان من داعش أو غير داعش، يعني نجيب محفوظ كان أكو داعش بوقتها؟ لا، خلاص لما يجيهم اي شو اسمه، سالوه القتل نجيب محفوظ، قال له انت ليش ضربت نجيب محفوظ؟ قالوا لي هذا انسان كافر. قال انت قاري من كتبه شيء؟ قال لا، انا ما اعرف اقرا. قال العشون قتلت حاولت قتله؟ قال انا قالوا لي وخلص. يعني المهم عندهم تنفيذ، يعني الاطاعه عندهم اهم شيء، واخوان المسلمين عندهم شو اسمه الاطاعه في المنشأ والمكره وما اعرف شنو. يعني عندهم الاطاعه العمياء، صح مو صح لما نقول لك تسويه يعني خلص. فطبعا نشكر الاخ فايز المعلومات اللي ذكرها، وجاي نشوف المسلمين فظاعه الاسلام حتى يفتحون عقولهم، وجاي نجيبها من الاحاديث ومن القران. يعني الايه جدا واضحه، يعني ما يحتاج الى واحد يفسره. يعني لما يقول قطعوا ايده ورجله، مو يعني انت يعني قطع بورقه مثلا او شيء رمزي، اكيد يعني. على كل، انا اشكرك اخوي بالحكم، اسف كثير، وكان صورتي معلقه وانا كنت عم بتابع الكينج اسد. للاسف الشديد يعني سيد كينج اسد، عملت لك بلوك لانه لن اسمح بالشتائم هون، ولن اسمح نهائيا باي شتائم في الشات. واللي بده يرجع يكتب يلعن الله ويلعن ما بعرف شو، بدي اعمل له بلوك مباشر. بيرك كادرة، ارجوكم ما بدي شتائم، واللي بده يعمل شتائم انا يعني باي وقت راح اعمل له بلوك. ف أعذر من أنذر مثل ما بقولوا، ويا ريت يا ريت خلونا نكون شوي بدون شتائم، بدون كلمات قذرة نحطها هون وهون، مشان ما تكون موضوعنا هيك أشياء هي. فأنا بدون إنذار من هون وهيك، كل ما يشتم إن كان ملحد أو إن كان لا ديني، إن كان مسيحي مسلم بوذي شو من كان يكون، راح أعمل له بلوك. فبدون اي انذار من هون وهيك. على كل، خلونا ناخذ اتصال من الاخ جانو. اخونا جانو، اسفين كثير على جانو. تفضل جانو. اهلا وسهلا جانو، تفضل حبيبي. بسر القران ابو الحكم ولجميع الاصدقاء في الشات. طبعا المشكله هنا انت كيف تعرف يعني فرق بين شخص صاحب فكر ومتوازن صاحب رساله؟ هذا الشخص بيكون عنده اقوال افكار بتترجم لافعال. فالمشكلة الآن كل المسلمين يعني يحبون محمد أكثر من الله. الله هو غلام حق محمد، يشتغل خطاب، يشتغل أي شيء، جاي شيء يعني عادي بالنسبة للمسلمين. أهم شيء أنه لا تسب محمد، لأن محمد زرع في عقول
عقولهم وفي تفكيرهم شيء اسمه الخوف. يعني نسمع فداك أبي وأمي يا رسول الله، ما بعرف شنو، من أين أتت هذه الأشياء؟ يعني أنت إذا فقط تشوف السلوك والأفعال محمد، أنت لازم تقرف، يعني ترجع من كل هذه الأشياء الوسخة اللي سواها. فأين المنطق؟ يعني عجيب أمرهم، ما بيعرفون أي شيء، حتى القرآن اللي مقدس عندهم ما بيعرفوا شو داخله، يعني ولا قارئ. ولما تجي على المفسرين، كل مفسر أهل التأويل كل واحد بيقول شيء ثاني. ومع العلم الرسالة لما أنت تجي تخطب الشخص، لازم خاصة إذا بتكون هذه الرسالة من الله، لازم تكون واضحة ومحددة وإلى أبعاد معود، يعني تكون هدف. أنت لما تقرأ لازم تكون تعرف أنه الهدف من هذه المقولة هذا الشيء، مش أنه تجي تحط عليه كثير احتمالات. عرفت؟ يعني عجيب انه لحد هلا المسلمين ما بيدركوا هالشيء. عجيب انه لحد هلا بيكذبوا المنطق والعقل بتاعهم مشان يطلعون نبيهم والمزعوم انه حقيقة. يعني ذاك اليوم اخوي دانيال قال شيء كثير كثير مهم، اذا فقط تاخذ القران من العرب ما راح يبقى عندهم اي شيء، وانا بتفق في هذه النقطه كل شيء، يعني 100%، لان العرب ما قدموا للبشريه اي شيء غير القتل والنهب والسرق والعبوديه من خلال هذا الكتاب اللي اسمه القران. أشكرك جانو، أشكرك كثير. طبعا أصدقائي، الأخ أو الأخت إبرة آسف، يعني أنا ما قصدت أنه اللعنة على الله ورسوله كمان، يعني لأنه هو لعن الكفار ولعن ما عاف لعنة علينا، بس القصد بالشتائم المخلة بالحياء مثل ما بقولوا، ما بدنا نستعملها مشان ما يصير خبيصة، يعني هي القصة. ولا أنا يعني بس مسألت إنه اللعن كما تشاء، يلعن صلعم، يعني لعنا حتى شبع هو. على كل، أنا أبو الحكم، إذا في عندك أي تعقيب على مداخلة الأخ جانو تفضل. طبعا أشكر الأخ جانو عمل المداخلة. يعني احنا كثيرا، يعني اخ جانو اليوم تكلم يعني انه المسلمين فقط يعني بس يحاولون يطيعون محمد طاعة عمياء وما يعرفون الشيء مسوينه صحيح لو لا. احنا فقط نريد منهم يعني يشغلون مخهم، يعني يشغلون عقلهم، هل ضميره يقبل هذا الشيء؟ هو دائما الانسان اذا ما وجهه ضميره ما يوجه اي دين. يعني فاذا دينك قال لك، إذا ضميرك قال لك هذا الشيء غلط، حتى لو الدين قال صح ما تسوي، لأنه هو الضمير هو الإنذار الحقيقي للإنسان، وليس شو اسمه. يعني تشوف مثلا المسلم شيء يقول لك، يعني بكل بجاحة تقول له، يقول لك أنت، يعني سمعته فعلا من واحد قال لي انت تنام، ما دام انت ملحد راح تنام ويا اختك. قلت له زين، اتركك مني، انت اذا صرت ملحد او اكتشفت انه والله ما كنت تنام ويا اختك. قال لي طبعا، قال ما دام مو حرام انام. يعني شوف يعني اذا هذا الرغبه موجوده عند هذا الشخص، يعني لما يجي كلام يقول اذا مو حرام انام ويا اختي، يعني ينسى العادات والتقاليد وانه انت متربي عدا الاشياء الطبية اللي من وراها انه معوقين يطلعون
الأطفال. ما مسألة أشياء طبية ولا أشياء عادات وتقاليد أخوي الحكم؟ قلت لك عدا، يعني عدا عدا، لا لا لا، هي في مسألة، الإنسان نفسه ما تقبله لا لا يعني. هي مسألة فطرية، هي مسألة غريزية، هي مسألة أخلاقية إنسانية بحتة، يعني ما لها علاقة لا بدين ولا شيء ولا كل هالخزعبلات هاي. يعني صدقني هذا الذات نفسه لما يترك الدين، أصلا هو الدين اللي مخليه يحكي هيك حكي، الدين هو اللي مخليه يشتهي أخته. يعني يترك الدين هالساعة هاي راح ترجع له إنسانيته، لأنه الدين سرق له إنسانيته بكل معنى الكلمة. هو تكلم هو بعد مسلم يعني، لذلك يعني هو قال هذا الكلام لأنه هو مسلم، فيعتقد أنه ما دام حرام يسوي شيء. طبعا إذا هو ترك الإسلام راح نظرته للحياة كلها راح تتغير طبيعي يعني، ولكن هو مسلم هكذا كلام يقول يعني، لأنه يعتقد أنه الدين هو مانع عن أي شيء يعني، وإذا ماكو دين يعني تصير هوسة. لا، مو بالضبط صحيح بالضبط. هذا يعني الشيء. الدين خصوصا الاسلام سلبوا انسانيته بكل معنى الكلمه. يعني لما يحكي هيك حكي هذا ليس انسان طبيعي اصلا. يعني الانسان الطبيعي، يعني هلا مثلا خلينا نقول البشريه 7 مليار، مليار ونص منهم مسلمين بمختلف مذاهبهم، هل بقيه ال 5.5 مليار كل الناس عم تنام مع خواتها؟ يعني شو هالتخبيص هذا اللي بالفعل يعني يدل على شيء، يدل على انه هالانسان هذا وكل المسلمين مغيبين الى ابعد الحدود، لا يفكرون بشيء نهائيا خارج الصندوق هذا، صندوق الاسلام. للاسف الشديد يعني هالدين هذا سلبهم انسانيتهم، سلبهم فطرتهم السليمه، لانه الفطرة السليمة بعمرها ما بتخلي الواحد انه يفكر حتى تفكير انه ينام مع اخته. ونحن شفنا كثير نماذج بالشرق الاوسط خصوصا، ما شاء الله حدث بلا حرج، اللي بسموها زينة المحارم، شفناهم على التلفزيونات، شفناهم بالحياة العادية، شفناهم بكل المجالات. يعني زينة المحارم واصل الى اعلى المستويات. لذلك انا اقول دائما انه الاسلام جرد الانسان من انسانيته. الفطره السليمه دائما، الفطره السليمه لا الاخت لا البنت العم لا شيء، ولكن الاسلام سواها شيء عادي. حتى القدوه الحسنه محمد يعني نط على مرت ابنه، يعني اكثر من هيك شو بتكون يعني؟ اي طبعا، المشكلة انه يعتقدون الاجانب ممكن يسوون هذا الشيء يعني، الدول اليابان الصين يعني ما يعترفون بإله، او دول اوروبية، ولكنهم يعني مثلا السويد 90% شو اسمه ملحدين. طيب ما تشوفون؟ خلينا ناخذ اتصال من نادر. الو، اهلا وسهلا. انا شهرزاد. شهرزاد، اهلا وسهلا شهرزاد. اسف مكتوب عندي نادر، فانا فكرت هذا يعني اسم الكاونت بتاعنا يعني، بس انا اسمي شهرزاد، لازم اعمل واحد باسمي يعني. اهلا وسهلا شهرزاد، تفضلي. بيك انا يعني عندي، انا عندي كثير ما سمعتلكمش يعني الظروف ما، لكن سعيده جدا بلقائكم ودائما في الاستماع وانا وفيه كالعاده. نحن اسعد بك، عيشك. نرحب كذلك بالاخ ابو الحكم، ان شاء الله يكون بخير. سمعت انه شويه تعبان ولا مريض ولا، ان شاء الله يكون. امبارح كان عنده صداع. صداع. اوكي. صداع من الاسلام اكيد. عندي بعض الاسئله اسالها صديق يعني على الفيسبوك. تفضلي. حابه نفهمها، ممكن هو يكون في الاستماع ممكن راح يفهمها كذلك. هو كاتب عندي اسئله اريد عن اجوبه لها. سؤال اول، من اين جاء محمد بفكره الارض ننقصها من اطرافها؟ ممكن ابو الحكم يسجل يعني. ننقصها من أطرافها؟ إيه
وننقصها ما فيش تنقيط. الأرض ننقصها من أطرافها، هذا سؤال الأول، وعندي حتى اسم، عندي رقم الآية والاسم. سؤال ثاني، أبو الحكم يأخذ رؤوس أقلام. سؤال ثاني، من أين جاء محمد، من أين جاء بفكرة خلق الأرض قبل السماوات؟ سؤال ثالث، من أين جاء محمد بفكرة السماء ذات رجع أو ذات رجع ما فيش تنقيط يعني أسفة؟ حبك ولا حبك موسوعون ذات رجع، حبك ذات رجع حبك موسوعون الطي أي طيها وميزان. أنا نقرأ كما كاتب الأسئلة. سؤال رابع، من أين جاء محمد بفكرة جعلنا فوقكم سبع شداد وطرائق التي في سورة المؤمنون؟ سؤال خامس، من أين جاء إذا السماء انشقت فكانت وردة كالدهان؟ سؤال سادس، من أين جاء أو كيف ربط بين النفاذ من أقطار السماوات والأرض وفكرة يرسل عليكم بشواظ من نار ونحاس التي في سورة الرحمن؟ هذه هم الأسئلة. هو يقول ليس لي اطلاع على الديانات الأخرى ولا أعتقد أنها تشمل مثل هذه الأفكار، وأعتقد أنها موجودة في الديانة الزردشتية أو الحضارة السومرية. هو يعني هذه الأسئلة. إذا أبو الحكم يريد أن أعيد ما عنديش مشكلة. أظن سجلنا الأسئلة ويعني وبالحكم سجل عنده أكيد، أنا متأكد. هذه الأسئلة يعني الصديق الحكم ما سجل عنده. طيب أنا شفتك تسجل فاعتمدت عليك يعني. هو كان مفروض أنت كمان تسجل أبو الحكم، ولا يهمك. على كل ما سجلتهم عندي، وما أظن يعني سعنا الوقت على سبع أسئلة بصراحة. لا ممكن ناخده كل حصة ناخده فيها واحد ولا اثنين. تمام ولا يهمك. موضوع اليوم ايه يا جان؟ انا ما سمعتش يعني، انا طول شفتكم دخلت طول يعني. هي الموضوع هو ايات ارهابية. وهي الحلقة الاخيرة من ايات ارهابية بصراحة. ايات ارهابية وقطعوا رؤوسهم وقطعوا ورزقي تحت رمحي. اشياء يعني واضحة فيها القصاص وفيها غير القتل. بدي أسألك شهرزاد، أيديهم جزاء. شهرزاد بدي أسألك، الأخ مسلم يعني؟ شكون الأخ؟ الأخ السائل. والله ما عنديش فكرة يعني، هو أنا على حسب ما أظن لا. ما هو؟ هو في طريقة النوير يعني. أيوة أوكي يعني. هو إنسان يعني حسب ما نشوف البروفايل هو إنسان واعي ومتنبر جدا، وعنده أسئلة يعني تثير صح المخ يتحرك يعني. تمام بصراحة راقي يعني. راقي جدا، أنا عجبني البروفيل، وعنده الأسئلة. أعطاني أسماء، أعطاني أرقام الآيات، ويعني صحيح يعني هو فيه يعني محمد كيما يتكلم عن الجنة يهدر على عدن، يتكلم على أسماء بلدان في فوق الأرض يعني. أنا مستغرب لما على كل يعني. على كل أختي شهرزاد يعني هن سبع أسئلة، وأظن يعني بتاخذ وقت طويل الإجابة عليهم. إذا بتقدر تنسخي ليهم تبعتيهم، أنا سجلت مع كل حال. بس مشان شغلة، إذا لزمنا نبحث عنهم يعني، أقدر أبحث عنهم يعني في جوجل، في أماكن أخرى. يوصلوك على الفيسبوك. ما كان حتى مشكلة. تمام شكرا جان. الحلقة الجاية بإذن هبل بكل تأكيد. بإذن الجلدة. جلدة أبو الحنفية. جلدة الحنفية. المهم نتمنى لكم حظ سعيد، وإحنا دايما معاك يا جان. ما يكونش عندك ذرة شك انك وحدك. في حلقة سمعتك تقول ما فيش كتير يعني متتبعين، واخس لا انا بضحك. لا يا جان، احنا هنا يعني ما
لا هيك بصراحة بتعرفي يا شهرزاد، كانت القناة الأولى مقفولة، كانت مقفولة جديد القناة الأولى، والقناة هاي جديد فتحها، وكان بالفعل بالبداية الناس ما بتعرف، يعني أصدقائنا ما بيعرفوا القناة، فكان صعب نصلي، ولحد هلا لسه عم استرجعنا ربع اللي كان موجودين. طبعا ما كنتش عندي فكرة. أنا اليوم جا قريت على حلقات إنه استوقفوهم في المطار، عندك فكرة؟ هن اظن منعوهم السفر، يعني انه منعوهم باش يروح للبنان يقدم الحلقه معاه. للاسف الشديد، يعني للاسف الشديد انه احتجوا باسئله بس عشان يعطلوه، يعني تعطلوه، يعني هي شغله مدروسه. ما بصراحه انا ما بدي احكي فيها مشان ما يصير مشاكل، يعني اوكي. خليهم خايفين من دينهم، دين السلام، يعني وما دام فيه سلام خلوه يسري فوق الأرض. احنا شفنا دمار، شفنا خراب، شفنا موتى، شفنا أشجار محروقة، شفنا سواد. هذا السلام الأسود أنا عندي. صحيح، هو يعني بده يغطوا عين الشمس بالغربال. وما بتتغطى الإسلام، أسفة والكلمة، ما يا مسلمين من فضلكم ما تحاولوش تديوا العباد في الغلطات. ما تقولوش الإسلام يعني سلام، لا، أنا أسفة. الإسلام معناه الاستسلام، بالفرنسية لا سوميسيون. لا تكذبوا على الناس. أنا يعني في مجتمع أمريكي، الناس الأمريكيين يقولوا باللي إسلام سي لا بي بيس. نو، إسلام سي لا سوميسيون. الإسلام يعني تحت السيطرة، راك تحت الكنترول. كفاكم كذبا على الناس، كفاكم كذبا. احنا كرهنا هاد العقلية الكذب. الإسلام دين الكذب. كفاكم كذبا، احنا كرهناه غير من الكذب. هاد الإسلام هذا، أنا كلمة إسلام يعني عندي في العائلة أولاد اسمهم إسلام، يعني تحصر عليهم يسموهم إسلام. هو الاسم بصراحة الاسم لا يفيد، يعني أنا كان اسمي محمد. لو إيه أنا يعني نهدر كلمة إسلام، يعني يكذبوا على الناس وشي واضح. صحيح. داعش لا يمثل الإسلام، يبدأ يمثل مين؟ يمثل الإسلام ب100%. كفاكم كذبا. أنا هذا الكذب هو اللي على كل كما يقولوا بالمصري، يعني خلاص انا راسي حتنفجر منهم. بكل تاكيد اختي، بكل تاكيد، يعني الاسلام يعني اجى بالقوه اجى بالقوه وباقي بالقوه. انا من شمال افريقيا، يقول لك دخل الاسلام وناس شمال افريقيا كانوا في الغابات كالقرود وما يتكلموش العربيه، وكيف هاد الناس دخلوا الاسلام بلا ما يفهموا لغة العربية بالسيف، لأنه أمازيغي لا يتكلم عربية. طبعاً. كيف أقنعته بالإسلام؟ أقنعه بالسيف، السيف فوق رأسه أصلاً. إحنا عندنا الكاهنة أو دهية، هي كانت هي الأميرة، والملكة كانت قائدة في الجزائر، يعني في المغرب العربي معروفة. صحيح. الأميرة دهية، والمسلمين سموها الكاهنة. سألت لهم سؤال، قلت لهم أنتوا جيتوا ليه؟ قالوا لها جبنا الإسلام. قلت لهم خليوا الإسلام ورجعوا للجزيرة العربية، قطعوا رأسها ورموه في بئر في الشرق، في جنوب شرق الجزائر، رأسها رمية في بئر وعملوا لها تمثال، والتمثال حرق في شهر سبتمبر، حرقوها السلفيين يدافعوا على 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 إسلامهم، وما قراوش تاريخهم بأن هذه المرأة دافعت عن أرضها، فقطع رأسها ورمي في البئر. بهذه الطريقة دخل الإسلام. وصدقيني أختي، الإسلام قريبا سيخرج من كل البلاد اللي دخلها، وخصوصا شمال أفريقيا. البوادر واضحة، والإنترنت لن يرحم أحد، نحن سيفون الإنترنت. شمال أفريقيا ليس عربي بكل تأكيد، وحتى بلاد الشام ليست عربية، يعني أختي شهرزاد،
يعني بلاد الشام، مصر، كل هالبلاد ليست عربية. بلاد العرب موجودة في مكة ويثرب، يعني هاي هي بلاد العرب. يعني أنا هذا هو السؤال اللي نطرحه، كيف دخل الإسلام إلى شمال إفريقيا على أناس لا يتكلمون العربية وتقولون أنهم جبنا لهم الحضارة؟ أي حضارة؟ معبد ما بنيتوهش ولا حجرة ما خليتوها وراكم، خليتوا غير دمار الصحراء. وش فيها؟ فيها رمل وفيها ما فيها غير رمل. لا، وش دار محمد؟ ماذا فعل محمد في سيرته إلا بتجميع النساء؟ صحيح صحيح. لو في حضارة عند العرب أختي، لو في حضارة عند العرب اليوم كلنا نعرف. الله، حضارة اليونان في يعني في معابد واضحة، في معالم واضحة، بلاد الشام في قلعات، في الكعبة اللي تقصوا فيها قداسة الإله، فيها مرب، فيها فيها ماربر وفيها ذهب. أنا يعني نخسر فلوس باش نروح نبوس حجرة سوداء فيها زليج وفيها شوية تشبه للحمام يعني. صحيح صحيح. من داخل أنا شفتها بصدم، حمام. هذا هو الفلوس، هذه كل تبعثروا فيها على جل بيت فيها مربر. هذا هو محمد، وش خلالكم؟ وهذه ليست القبلة، هي في 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 كما يقولوا كيف يحكيوا في القصص، كانوا يصليوا للمسجد الأقصى، للمعبد. والكعبة هذه منين خرجت؟ كلها خرافات، ويأخذون مصلاتنا للأسف الشديد. أنا راسي يعني أنا بستغرب في المسلمين. شهرزاد بدنا نعمل معك حلقة. شهرزاد بدنا نعمل معك حلقة، ما بصير يعني، لازم. أنا بتشرف. أتشرف فيك. أنا يعني فهد الكيل، أنا واضح عندي 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 غضب، عندي يعني مقهورة من هذا الشيء اللي يصير ويغطي الإسلام. السلام وداعش لا ينتمي إلى الإسلام. أنا هاد الزوج كلمات ما بقيتش نطيقهم. على كل أشكرك. أنا لساني طويل وناخذ لكم الوقت كامل. أحب اللسان الطويل الصراحة يا حمي. المرأة لم يكن لسانها طويل ليست مرأة يعني. على كل أختي شهرزاد، أنا راح أتصل فيكي ونعمل شي حلقة سوا. وأشكرك كثير. على كل، يا ريت تبعتي لي الأسئلة منسوخة مثل ما كاتبها هو، تبعتي لي إياها حتى من الحلقات الجاية نرد عليها. حاضر جان. شكرا. سلامي الحاضر. أشكرك شهرزاد. أشكرك شهرزاد. باي باي باي. أبو الحكم، إذا في عندك أي تعقيب. طبعا نشكرها الأخت شهرزاد، وأشكرها أنه سألت علي وعلى صحتي. يعني هكذا النساء وإلا فلا، يعني مثل ما يقول، يعني هي إنسانة حرة وشايفة الأغلاط بالدين الإسلامي وتقولها بكل جرأة. ونتمنى عندنا إحنا العنصر النسائي قليل، نتمنى أنه تتحركون وما تخافون، خصوصا إذا كنتوا في أوروبا وتقدرون تطلعون. حتى لو تطلعون يعني إذا اضطريتوا جدا يعني تخلون صورة معينة يعني، والمهم تحجون، يعني المهم تحجون. هذا الشيء مفرح طبعا. وأشكر على الأسئلة. طبعا أعتقد الأسئلة مقدور عليها، ولكن أعتقد الوقت اليوم ضيق والأسئلة كثيرة. راح أسوي لها حلقة إذا يعني توافق، نسوي لها حلقة نرد على هاي الأسئلة كلها، يعني ماكو أي مشكلة. جاهزين أبو الحكم لعيونك. أنا بس أخذ الأسئلة من الأخت شهرزاد، وممكن إذا الأسئلة بتطول يعني شرحها ممكن نأخذ نسوي لها حلقة كاملة للأسئلة هاي. وأنا بتمنى كمان شهرزاد إذا الأخ عنده أسئلة أخرى ممكن يطرحها. يعني اكو يعني على الاقل 4 جوابهم عندي، لكن 3 منهم اريد اتبحر اكثر.
ألقي بالتفسير، ما أريد أحكي شيء من عندي يعني، فنخليها للحلقة الجاية، وإذا تحب تعرض بعض الأسئلة ما عندي مشكلة، أنت حسب وقتك يعني. لا هو بصراحة ما عندنا وقت يعني، أوكي ما أوكي عندنا وقت. في سوزان عم تقول ناقشت طبيب عيون أستاذ جامعي ووصلنا إلى أن ألقى جميع الكتب في القمامة، كما أنه أنكر الشريعة ولكنه متيقن بأن القرآن كلام الله. شو رأيك بهالقول؟ طبعا شيء يعني لقل رمى القرآن في التواليت هو القمامة. لا هو متيقن. قال لك شغلة يا أبو الحكم، ايه المشكلة بتصير مع كل المسلمين بالبداية، أول ما بتبدأ تحكي معه يقول لك لا، ينكر كل شيء، لا 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 لا، البخاري ما فيه مشكلة، ما بعرف شو ما فيه مشكلة. لما تعطيه قدامه تحط له كل هالربش أو الوساخة اللي في البخاري ومسلم والأحاديث، بيقول لك أوكي أنا الأحاديث كلها لا أؤمن فيها، شلفتها على طرف، وأنا قرآني هالمرة، فبس القرآن هو الوحيد اللي أؤمن فيه. وهي الطريقة بصراحة الطريق إلى الإلحاد. يعني بالبداية ببدأ بالأحاديث لا أؤمن فيها، بعد بيقول لك أنا قرآني، بعدين بفتح القرآن ما بلاوي متلتلة مثله مثل الأحاديث يعني. فببدأ هل القدسية تروح، هي بالبداية بتبدأ بالأحاديث بعدين تبدأ بالقرآن. وأنا متأكد أختي سوزان يعني الأخ الدكتور العيون هذا راح يجي يوم يكب القرآن كمان على طرف، ويكب كل الخرافات المتعلقة بالإسلام على طرف. هو قال اللي افتهمته انه رمى القرآن بالقمامة، مو لا ولا هو لا هو هو اللي عم بتقول سوزان، ناقشت طبيب عيون أستاذ جامعي ووصلنا ايه؟ إلى أن ألقى جميع الكتب في القمامة، كما أنه أنكر الشريعة ولكنه متيقن بأن القرآن كلام الله. فهمت. إيه. يعني هو حتى لو يسوي هاي الطريقة لكنه يبقى عنده معضلة القرآن والآيات اللي هي هسه قريناها واضحة جدا وضوح الشمس، ايش راح يسوي بيها؟ ذكرتني حتى لو يرمي الأحاديث كل ما يفيده، يعني القرآن بعيونه قطع الرقاب فاضربوا منهم كل بنان، وعندك قطع الأيدي والأرجل اللي قريناها. ذكرتني بصديق قال لي أنا ما أؤمن بالأحاديث، جيب لي من القرآن. جبت له من القرآن، قال قرأ، قال لي انطيني مجال قال لي أقرأ، راح قرأ وقرأ التفسير ماله، رجع ايش قال لي تدري بعض الآيات شو اسمه مكذوبة، بعض الآيات مو حقيقية مدسوسة على القرآن. قلت له يعني ذهنك تفتق الى هذا، انه يعني هذا يعتبره مفسد في الارض، هذا اذا هيك حكي يعني يقطعوا له راسه، يعني لما يقول القران ما محفوظ، يعني هو راضي كحلة عماه، قال هذا مدسوس على القران، وهذا يعني مو القران الحقيقي، فيعني مثل ما يقول العذر اقبح من الذنب يعني. فهاي المشكلة يعني، ما يقدرون يهربون من أي طريق نلزمهم يعني. هو للأسف يعني الهالة القدسية هي اللي مانعتهم من التفكير. الهالة القدسية المحطوطة حوالي الإسلام وحوالي محمد والقرآن مانعتهم من التفكير. يعني القرآن في آلاف الدورات لحفظ القرآن، وما تلاقي ولا دورة واحدة لفهم القرآن. فلذلك ان هن حاطين الهالة القدسية، فما عم بقدروا يشيلوا هالهالة القدسية. وانا مثل ما قلت يعني الهالة القدسية اقول دائما انه بتبدأ بالاحاديث، لما شيل الاحاديث شوي شوي بصير قرآني، بعدين بدك تصطدم شئت ان ابيت بالبلاوي الموجودة بالقرآن. يعني مثلا ملكات اليمين وآيات القتل
وآيات النكاح وكلها موجودة بالقرآن، يعني ما فرقت بين أحاديث القرآن شيء، ومفسرين القرآن بيعتمدوا على أحاديث لتفسير القرآن. فبالنهاية بالنهاية بدك ترمي كل هالخرافات هاي على طرف، ولازم ترمي القرآن بالقمامة لأنه كله قتل، كله قتل بالضبط، ما يصفي غير محمد. على كل إن أنا أشكرك أخوي حكمة أبو الحكم ابن كثير على الحلقة الطيبة اللي عطتنا إياه، والحلقة الأخيرة هي كان باقي كم سطر ما مخلصة بس ما أدري بعد. طيب على عجالة لأنه وقتنا انتهى. أوكي بس يعني راح أباو على إذا أكو شيء مهم أقول، إذا ما أكو شيء مهم أتركه، بس رت أقول على شغلة معينة إنه اللي ذكرني بهذا الشيء لما قريت إنه أو ينفوا من الأرض، ذكرني بمحمد لما جماعة الإفك اتهموا عائشة بالزنا، طبعا جلد ثلاثة منهم، واحد تركه، واحد منهم اللي جلده حسان بن ثابت الشاعر ماله مرحمه، واللي ما جلده هو عبد الله ابن أبي سلول، كنت ناسي اسمه، عبد الله ابن أبي سلول هذا كان من سيد قومه. محمد جلد ذولاك ثلاثة ما قدر يجلد هذا، يعني شوف لما يقدر محمد يفجر، قتل وقطع ايدي وارجل، ولكن هذا ما قدر عليه. حتى لما مات صلى عليه وقالوا له انت تدري هذا منافق يا رسول الله، كيف تصلي عليه؟ فجت الآية، يعني هو جاب الآية طبعا انه لا تصلي عليهم ابدا ومع المنافقين، يعني فمحمد كان من يقدر يفتري، لما يخاف رأسا لكم دينكم ولي دين، إن شاء أبوا وإن شاء آمنوا، وإن أبوا فإن الله عليم بالظالمين، وهكذا آيات يعني. فشوف لك محمد إنه كان مثل المتلصص، يعني يشوفك أنت ضعيف يهجم عليك، أنت قوي لا يهابك، كان يهاب عبد الله بن سلول غصبا عنه، يعني من جبنه ما قدر، اتهم مرته بالزنا وما جلده، يعني شوف يشوفك نذالة محمد انه لما يقدر يسوي، لما ما يقدر يسوي نفسه خوش انسان ومسامح. يعني المهم الاخر شو اسمه اللي موجود مستطر باقي، يعني اشوف اذا اكو شيء مهم بي اقرا، واذا مو مهم نتركه. وإن شاء الله المهم اتصور الاشياء ما بي شيء مهم، يعني اللي قريناه، ونقدر نسوي حلقه يعني اشياء مو جدا مهمة. المهم احنا الأساسية ذكرناها، الحلقة القادمة إذا حبيت مثلا الخميس القادم نزم الأسئلة، يعني احتراما لرغبة أختنا شهرزاد، أي أول طلب تطلبه من عندنا لازم ننفذ له إياه على عيننا وراسنا. فإذا ما عندك مانع أسبوع جاي نسوي الأسئلة سبعتهم ونقدمها كحلقة، سؤال من تفسير ونسوي حلقة. على كل أن الخميس القادم ممكن نعمل حلقة بهالموضوع هذا. طبعا أصدقائي أنا آسف كتير، الأخ ياسين كان عم بتصل، أنا آسف ما قدرت أخذ أخي ياسين، ما بقدر أخذ الاتصال لأنه وقت الحلقة انتهى، وعندي حلقة بعد ساعة ونص بالتمام عن الكبت الجنسي مع الأخ ليث والأخ عثمان، فبعتذر منك أخي ياسين. ممكن بالحلقة القادمة هاي بعد ساعة ونص أخذ اتصالك، أكيد راح أخذ اتصالك فما تأخذنا. وأصدقائي مبدأ وصيكم يعني المشاركة بالقناة، لايك شير للحلقة، ومثل ما بتعرفوا سوينا المنتدى، يا ريت تشتركوا فيه، كمان موجود بالدسكريبشن الرابط على المنتدى، والضروري كتير القناة الاحتياطية لقناة الجهر بالإلحاد نشترك فيها، لأنه
بصراحة ما بنعرف إمتى رح تسكر هالقناة هاي، فأطلب من كل أصدقائي الاشتراك فيها حتى نكون على تواصل دائم. أشكرك أبو الحكم وأشكر كل الأصدقاء الموجودين، وأراكم بعد ساعة ونص. شكرا جزيلا، باي باي. شكرا أصدقائي، شكرا، إلى اللقاء.